أداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان مواطني منطقة البادوبة شمال أم درمان. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برقية تهنئة إلى فخامة السيد باسيرو ديو ماي فاي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية السنغال، وقدم البرهان التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح للرئيس السنغالي وبلاده. وأشاد رئيس مجلس السيادة بالروابط الأخوية وعلاقات التعاون التميز بين البلدين، مجددا حرص السودان على تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. أهلا بكم. أصدر وكيل النيابة الأعلى إعلانا بالنشر لعدد 23 متهما هاربا بتهمة التحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة، وكذلك تقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مواجهة عدد من المتهمين. أصدر وكيل النيابة الأعلى إعلانا بالنشر لعدد 23 متهما هاربا في البلاغ رقم 1613 لعام 24 بالمخالفة لأحكام المواد 21 50 51 58 62 63 24 25 26 186 189 187 من القانون الجنائي لسنة 1991 مقروء مع المواد 5 6 7 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والتي تتعلق بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى الجرائم الإرهابية، ويطالبهم بتسليم أنفسهم لأقرب قسم أو نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا، كما يطلب من الجمهور المساعدة في القبض عليهم وهم إيهاب الطيب بلا حسين، صديق الصادق الصديق المهدي، وجدي صالح عبد خليل، عروة الصادق إسماعيل حمدتو، الطاهر أبو بكر حجر حامد، فضل الله برما ناصر شرف الدين، نصر الدين مفرح أحمد محمد، صلاح أحمد الحاج مناع، مدني عباس مدني محمد، الطيب عثمان يوسف، إبراهيم أحمد محمد عثمان الميرغني، محمد الحسن البوشي، صباح محمد الحسن، إبراهيم عبد الله بقال سراج، عبد المنعم الطاهر عبد الرحمن محمد الربيع، علي الريح السنهوري، نصر الدين حسين عبد الباري، محمد عصمة يحيى، أسامة سعيد وهبة، الهادي إدريس أبكر، حنان حسن حسين خليفة، خالد إدريس شاويش، هشام علي محمد علي. نفى جهاز المخابرات العامة صحة التقرير الذي تداولته بعض حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية حول أحداث مدينة عدبرة، ووصف جهاز المخابرات التقرير بالمفبرك. وأكد مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة في تعميم صحفي إن التقرير لا أساس له من الصحة، مؤكدا شروع الإدارات المختصة بالجهاز في ملاحقة المزورين. وأهاب مدير إعلام المخابرات بالمواطنين عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات والصور المزيفة والاعتماد على المصادر الرسمية في التقاط الأخبار وتداولها. وأضاف مدير الإعلام أن اللجوء لنشر وفبركة مثل هذه التقارير ما هو إلا محاولة يائسة من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية وكذلك المتمردة لتغطية على هزائمها والسعي لشق التلاحم الكبير غير المسبوق بين القوات النظامية المختلفة والالتفاف الشعبي حولها لدحر ما تبقى من مرتزقة ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
ترأس وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة خليل باشا سايرين الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارات الداخلية والخارجية والمالية الاتحادية بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية، الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة، واللواء شرطة عثمان محمد الحسن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة. وأوضح وزير الداخلية المكلف أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون لتنفيذ مواجهات مجلس السيادة الخاص بتقليص عدد البعثات الدبلوماسية بالخارج وترشيد الصرف. اجتماع ثلاثي بين وزارات الداخلية والخارجية والمالية للتنسيق والتعاون في تنفيذ توجيهات مجلس السيادة بتقليص البعثات الدبلوماسية، وهذا التقليص يعني بيشمل يعني منسوبي الخارجية وأجهزة أخرى المخابرات ومكاتب الجوازات والسجل المدني في البعثات الخارجية. وهذا التوجيه الهدف منه ترشيد الصرف مراعاة لظروف الدولة وظروف الحرب وظروف شح الموارد المالية، فالتنفيذ بيتطلب التعاون والتنسيق بين هذه الجهات الثلاثة للالتزام بهذه الموجهات. في لقاء منفصل استمع وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة خليل باشا سايرين إلى تقرير من معتمد اللاجئين موسى علي عطرون حول سير العمل بالمعتمدية وخططها الخاصة بقضايا اللاجئين والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد معتمد اللاجئين استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنجاح الخطط والبرامج التي وضعتها المعتمدية لمعالجة أوضاع اللاجئين وفق القوانين واللوائح الدولية. وفي موضوع آخر، التقى وزير الداخلية المكلف وفد هيئة إسناد إقليم دارفور برئاسة العمدة محمد حامد رحمة أكوي رئيس هيئة الإسناد، وأشاد الوزير بصمود ومواقف أهل دارفور في مواجهة الميليشيا المتمردة التي استهدفت مكونات الشعب السوداني، مبينا أن إسنادهم ووقفتهم مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى تؤكد دعمهم للاستقرار والتنمية، مؤكدا دعم كافة البرامج الخاصة بالدفاع المدني والجوازات وتهيئة بيئة السجون، إضافة إلى دعم شرطة الولاية بمعينات العمل المطلوبة. دشن محامو الكرامة ببورسودان مبادرة محامو الكرامة وسط حضور من القانونيين والمختصين، وطالب الدكتورة المحامية شذا عمر الشريف بتوحيد الصفوف من أجل الانتصارات على ميليشيا آل دجل الإرهابية، فيما أشار المحامي عمار زكريا لأهمية التضامن مع ضحايا انتهاكات الميليشيا المتمردة، مشيرا إلى أن محامو الكرامة توافقوا على برنامج عمل يتضمن تقديم الاستشارات لكل الذين تعرضوا لانتهاكات. المبادرة اليوم تدشينا والمرتكزات الرئيسية الأربعة تحتاج لهيكل على المستوى الاتحادي والمستوى الولائي والمستوى المحلي حتى يستطيع كل مواطن رفع دعوة من خلال دائرة الاختصاص، بالإضافة للشكاوى أو التطبيق الإلكتروني اللي بتطلقه المبادرة. محتاج مننا نحن كمحامو الكرامة من خلال هذه المبادرة أن نسعى ونجتهد بتوعية كل المواطنين السودانيين النازحين في الداخل والخارج في الداخل، بالإضافة للاجئين في معسكرات اللجوء، بالإضافة للمهاجرين في دول المهجر والمواطنين ما زالوا مقيمين في مناطق سيطرة القوات المسلحة والمواطنين الذين يعانون الأمرين في أماكن ميليشيا الدعم السريع. الجنينة التركيبة السودانية
التقنية بتاعه فيها مراكز بتاعت إيواء، ومراكز الإيواء هذه مكتزة بالسكان، فيها 85 مركز إيواء. ديل كانوا نازحين هجروا ونزحوا من كرنان وغيرها في 85 مركز إيواء. كل مركز إيواء هي عبارة عن مدارس ووزارات ومؤسسات بتاعت الدولة، فيها كان أي مركز إيواء فيها أكثر من 150 ألف نسمة. بالإضافة لذلك فيها 5 معسكرات، هذه المعسكرات فيها ما يتراوح ما بين 450 ألف نسمة. الاستهداف تم للمدنيين الأزل في هذه المراكز الإيواء وفي كل المعسكرات الخمسة اللي أنا ذكرتها بكل أنواع الأسلحة التقيلة والمدفعية. جاهزين بإذن الله سبحانه وتعالى بأنه نمضي قدما مع هذه الآلية بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نرسي ونكرس ونرسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب. القانون الدولي الإنساني وحتى القانون السوداني وكل القوانين بتتكلم على التجريم بتاع الاغتصاب بتاع المرأة، ودي بتعتبرها إنها جرائم حرب كبرى حقيقة يعني، وبنص القانون دي منهي عنها، وبنص القانون يجب إنهم يتعاقبوا وما يفلتوا من العقاب، لكن يعني هم ما عندهم آذان تسمح حقيقة هذه المليشة، وهي مواصلة في الانتهاكات حقتها تجاه المرأة. ويا جماعة ما بيحصل الآن في ولاية الجزيرة بتكونوا كلكم شفتوه في فيديوهات وفي صور وفي غيره، يعني المسألة واضحة يعني حقيقة، ومسألة تقشعر لها الأبدان، وانتهاكات يعني واضحة حقيقة يعني، وهم ذاتهم للأسف الشديد هم بوثقوها يعني ليروحهم. عشان كده نحن بنفتكر إنه هذه المبادرة فرصة طيبة بإنه المرأة السودانية تأخذ حقها كامل. دشنت وزارة الصحة الاتحادية منحة مقدمة من منظمة الدعوة الإسلامية عبارة عن 90 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية بقيمة 2 مليون دولار، وذلك بحضور وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت والأمين العام للمنظمة أحمد محمد آدم وعدد من المنظمات الطبية ببور سودان. وقال وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم إن الدعم يحتوي على مساطر للقلب وأدوات الفحص والمعامل والإصابات. من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية محمد آدم بخيت أهمية دور المنظمة في السودان والتي تقدم الدعم للفقراء، مشيرا إلى أن المنظمة ظلت تعول عدد كبير من الأيتام وتقدم الدعم للشرائح الضعيفة. على صعيد متصل، تسلمت وزارة الصحة الاتحادية ببور سودان إمدادات دوائية من دولة إندونيسيا لعلاج الحالات الطارئة والأمراض المزمنة ومستلزمات بنك الدم والمستهلكات الطبية. أشاد وزير الصحة المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم بالتعاون بين وزارة الصحة وإندونيسيا خلال الفترة المقبلة، فيما أوضح رئيس الوفد الإندونيسي اللواء فجر ستونيان أن الدعم يجيء في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين. نحن اليوم نستقبل هذه الشحنة التي تؤكد امتداد العلاقة بين البلدين، ونطمح في أن يتواصل هذا العمل مستقبلا، كما تم التنسيق مع سعادة السفير على ذلك في مجالات متعددة يستفيد منها شعبي البلدين السودان وإندونيسيا في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى، في جانب الصحة، في جانب الدواء، في جانب التصنيع الدوائي، في جانب المستهلكات الطبية. ونأمل أن تتمكن المساعدة الصحية التي نقدمها من تسريع عملية التعافي الصحي للاجئين وتسهيل عملية الحكومة السودانية الذين قد بذلوا كثر جهودهم في خدمة ومساعدة اللاجئين. بدأت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة في وضع الترتيبات اللازمة للاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة مقرونة مع تزايد رقعة المناطق الأمنية. وأمر الاجتماع على ضرورة توفير المطلوبات المالية لبرنامج إعادة إعمار المرافق والخدمات بالولاية. تشهد أروقة ولاية الخرطوم نشاطا ومشاورات واجتماعات مكثفة بالشراكة مع عدة جهات، حيث بدأت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة في وضع الترتيبات اللازمة للاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة
مقرونة مع تزايد رقعة المناطق الآمنة والمحررة. وجرى نقاش مطول حول المطلوبات الحالية لبرنامج إعادة إعمار المرافق الخدمية في ظل المشكلات الحالية التي تواجه الولاية بعد فقدانها لمواردها المالية بسبب الحرب. وأمن الاجتماع على ضرورة التحرك الواسع والتواصل مع الحكومة الاتحادية والمانحين والمنظمات للمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الخدمية في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء ومعالجة المشكلات البيئية المترتبة من مخلفات الحرب. وفي السياق أقر الاجتماع ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المحليات التي ما تزال تشهد عمليات عسكرية نشطة والعمل على الاستجابة قدر المستطاع لاحتياجات المواطن. وفي السياق يجري الترتيب على نطاق الأحياء والاستكمال مهمة تقديم الخدمات والتأمين، حيث عقد وائل الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أول اجتماع مع منسقي لجان التسيير والخدمات بالأحياء الذين تم اختيارهم مؤخرا. وجه وائل الخرطوم إشارات مهمة للمنسقين أبرزها أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة، وأن أي طعن في أي لجنة يقتضي بالضرورة إعادة اختيار اللجنة محل طعن. وجدد الوالي الالتزام بشروط الاختيار للأعضاء وفقا للمواجهات المجازة. المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى قال أنه تم الانتهاء من اختيار 324 لجنة من 327 لجنة، وهي إجمالي لجان تسيير الخدمات بالأحياء، وهناك 5 طعون جاري النظر فيها. الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل الأمين العام للحكم المحلي أكد أنه أهم مهام لجان الأحياء هي تثبيت دعائم الوحدة الوطنية ونبض الكبلية والجهوية والحزبية وتقديم الخدمات. أهم واجبات هذه اللجان هي تثبيت دعائم الوحدة وتكوين أو إعداد معلومات وسجل والمساهمة في توزيع الإغاثات وحفظ الأمن، وكذلك نبذ الجهوية والقبلية والحزبية. أيضا هنالك توجيهات من السيد الوالي، توجيهات واضحة بأن هذه اللجان هي لجان خدمية بحتة ولا تقوم على أي أرضية سياسية أو خلافات سياسية في هذه المرحلة، مرحلة الوفاق، مرحلة الإسناد المدني لمعركة الكرامة، مرحلة العمل والبناء. ممثل منسقي لجان التسيير والخدمات أكد أنهم سيعملون على تنفيذ موجهات المرحلة وفض النزاعات وتأمين الأحياء بالتعاون مع المقاومة الشعبية وضبط الوجود الأجنبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إنجاز المهمات التي أوكلت إلينا من الوالي مباشرة، ونحن إن شاء الله سوف نقوم من هذا التاريخ ومن هذا اليوم بالعمل جادين بإذن الله تعالى للتنمية والخدمات داخل القرى في جميع الوحدات الإدارية في محلية كرري. اجتماع الخرطوم مع منسقي لجان التسيير والخدمات بالأحياء خطوة ستتواصل بكل محليات الولاية بهدف الوصول لكل مواطني الولاية بالخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار للأسر. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. افتتح والي سنار توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية قسم شرطة الدندر الجديد. وثمن الوالي لدى مخاطبته حفل الافتتاح مساهمة الجهد الشعبي لأهل الدندر في تشييد القسم، متعهدا بتكملة النواقص والخدمات الأخرى بالمحلية. في خطوة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، افتتح والي سنار توفيق محمد علي وأعضاء حكومته قسم شرطة الدندر الجديد، والذي تم إنشاؤه بمساهمة الجهد الشعبي من الخيرين من أهل الدندر. الشرطة تعني الأمن الاجتماعي، تعني حماية المجتمع، تعني الحفاظ على الأبناء، الحفاظ على الأجيال. الشرطة هم أمن الدندر الموجود، ونحن أخي الوالي إذا نبتدي هذا الصرح العظيم، ونقول لك إن هذا الصرح تم بمجهودات أهل الدندر الكرماء، ساهموا مساهمة فاعلة حتى رأى هذا الصرح النور، وهم على استعداد للتواصل فيما يلزم ذلك، وأنت تعلم ذلك أخي الوالي. هذا الصرح جاء في زمن نحتاج فيه للشرطة. الدندر ليست هي الدندر القديمة أخي الناظر، الدندر تغير تغيير نوعي وتغيير في التحول الذي حدث في السودان. هذا الأحداث الأخيرة التي جعلت الدندر هي المعبر الوحيد الذي يربط وسط السودان بشرق السودان بالمهنة. وجدد أعيان وجماهير مدينة الدندر وقفتهم ودعمهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. القوات المسلحة ما شغلها
والله مواطن بيصلي على شغال شغل ما شغال شغل ذل بيفهمك انت بيقوله لا ده شغال شغل بمعرفه وبوتيكيت تمام بيعرفوه ولا بد ان المعرفه تصفر فراجعوا نفسكم يا اخواننا نحن والله مشايخ انا احمد حمد الميدا ما عندي علاقه باي حزب ولا عندي علاقه باي حاجه لكن انجبرنا من تبرعاتنا ان نجي نجمع على صفوات المسلحه دي والتحيه لجهاد المخابرات يا اخواننا جهاد المخابرات التحيه اليوم. المتحدثون في الاحتفال اكدوا على دور الشرطه في هذه المرحله وهي تقاتل مع القوات المسلحه في خندق واحد. ونحن سعداء بان تشهدوا معنا حفل افتتاح قسم شرطه الدندر الجديد الذي كان لاهل الدندر الفضل الكبير في تشييده حتى بلغ هذه الصوره الجميله وان دل هذا انما يدل على كرم انسان محليه الدندر. مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي طارق الريح أشار إلى استمرار عملية تطوير الخدمات الشرطية رغم الحرب الدائرة الآن. نبشرك بأن مشروعنا في المستشفى قد اكتمل بإذن الله سوف يكون لنا أكبر مركز لإنتاج غاز النيتروس كل المستشفيات غاز النيتروس تحتاجه في العمليات سوف نفتتح مصنع لهذا النيتروز ومصنع للأكسجين في مستشفى الشرطة أيضا لدينا صح من 3 طوابق في سنار لمستشفى الشرطة بسنار بإذن الله سوف يكتمل العمل به الآن باشر العمل بوضعيته لكن إن شاء الله سوف نكمل بعض النواقص وسوف تفتتح مستشفى الشرطة بسنار. ولسنار توفيق محمد علي ثمن دور الشرطة وهي تعمل على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار. وإحنا حقيقة كل الخدمات اتكونت لها لجنة عليا لكن جاء ظروف الحرب شوية حدت من نشاط الناس لكن إن شاء الله إحنا حنواصل في كل المشروعات الخدمية لمدينة الدندر ولمحلية الدندر عامة إن شاء الله. وإحنا برضو حقيقة لو لينا إشادة برضو بنشيد بأخونا المدير التنفيذي يعني إحنا مما عيناه لغاية حسة في تحول في حركة في إنجاز في تفكير سليم جدا جدا احنا بنقيف معاه في كل مشروعاته اللي بتنمي الدندر. افتتاح قسم شرطة الدندر الجديد بولاية سنار يؤكد حرص الدولة على بسط الأمن وحماية ممتلكات المواطنين. الهادي اسماعيل تلفزيون السودان ولاية سنار مدينة الدندر. تفقد والي كسل المكلف محمد موسى عبد الرحمن السوق الكبير وبازار كسلة برفقة المدير التنفيذي لمحلية كسلة واطمأن الوالي على هدوء الأحوال الأمنية ووفرت السلع الغذائية ومستلزمات المواطنين لعيد الفطر المبارك. وقوفا على أحوال المواطنين وتفقدا للخدمات وسير الحياة وقد أزف شهر الصوم على التصرم والانقضاء والمواطنون شرعوا في الاستعداد لعيد الفطر المبارك قام والي كسل المكلف محمد موسى عبد الرحمن بجولة في سوق كسل الكبير برفقة المدير التنفيذي لمحلية كسلة وأعضاء لجنة أمن المحلية. نحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وفي استشراف لمطلوبات العيد فنزلت في الطواف لكي أتأكد مدى توفر السلع ومدى تفاعل المواطنين مع المعروضات الموجودة في الأسواق ومدى شعورهم بالطمأنينة والأمن في الولاية فالحمد لله وجدت الإجابة يعني عند الناس عالية بأنه هم يعيشون في طمأنينة وافرة وهم يشعرون بتوافر السلع سواء كانت في الملبوسات أو في المأكولات أو المشروبات أو غير ذلك. الأستاذ عبد الناصر سيف الدين المدير التنفيذي لمحلية كسلة أشاد بهذه الجولة الميدانية وأكد أنها تسهم في معالجة أوجه القصور وتقوي عرى التواصل بين القيادة وعامة المواطنين. الأمن هي الأولوية القصوى لولاية كسلة وبحمد الله وتوفيقه كل الترتيبات الأمنية وكل الأجهزة الأمنية الإخوة في اللواء 41 والإخوة في شرطة الولاية وشرطة المحلية وجهاز المخابرات العامة والإخوة في العمل الخاص والإخوة في الخلية الأمنية كلهم يعني متجانسين ويعملوا في تناغم تام ويعملوا ليل نهار من أجل
استتباب الأمن في المحلية. مواطنو ولاية كسلا عبروا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الولاية ونهجها في العمل الميداني والالتفات لقضايا المواطنين في أمنهم ومعاشهم. في الحقيقة يعني تفاجأنا بهذه الزيارة من الأخ الوالي للسوق في ظل هذه الظروف الحرجة، وهذا إن دل إنما يدل على ثقته في أن هذه الولاية آمنة مطمئنة، وليس غريب على أهل كسلة في أنهم يكونوا آمنين ومطمئنين وهم فاتحين أزرع لكل ولايات السودان الآن هي موجودة في هذه الولاية الخيرة بأهلها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يحفظ أهل كسلة وغايد كسلة ومسؤولي كسلة إن شاء الله. لأنهم أثبتوا بأن هذه الولاية مطمئنة ومطمئنة بأهلها وبقياداتها. الحمد لله. الطواف الميداني والجولة التفقدية التي قام بها والي كسل المكلف عقب تعافيه في فترة النقاهة يؤكد حرص حكومة الولاية على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها سيما في الجوانب الأمنية ومعاش الناس. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلا. أهلا بكم. احتفلت منظمة الوحدات الوطنية لمكافحة الألغام والتنمية باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية بمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والعالمية وكذلك النازحين وجمع غفير من المواطنين. وأشاد ممثل مفوضية العون الإنساني بمجهودات الشركاء ومنظمة الوحدات الوطنية في التوعية بمخاطر المخلفات الحربية، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود لرفع الوعي ودعم الحماية للمجتمعات. وقال ممثل منظمة الوحدات الوطنية لمكافحة الألغام والتنمية إن المنظمة تهدف إلى رفع الوعي ودعم والحماية وتقديم الخدمات المستدامة. تسلمت حكومة الولاية الشمالية غافلة المعينات الطبية المقدمة من هيئة الجمارك الاتحادية، وامتدح والي الشمالية عابدين عوض الله دور هيئة الجمارك ودعمها للمجتمع. من جانبه أكد مدير دائرة شؤون الولايات عميد شرطة عماد محمد نور إن القافلة تجيء في إطار الدعم المجتمعي والمجهود الحربي. أخواننا في قوات الجمارك بيقدمون لنا نموذج من نماذج المسؤولية المجتمعية وتضامنهم مع شعب هذه الولاية المغلوب على أمره الذي استضاف أكثر من 1,500,000 مواطن. الله أكبر، الله أكبر. مقدمين لنا عبر المدير العام لقوات الجمارك مسؤولية مجتمعية في حدود 4 طن من الأدوية المختلفة. هذا العمل هو دليل على أنه أخواننا في قوات الجمارك عينهم مفتحة، أنه هذا العمل بيجي بطريقة غير مشروعة. يا أخواننا الطرق المشروعة موجودة، لكن ده هو فيه محاربة للاقتصاد الوطني، محاربة لصحة الناس. أخواننا في الجمارك عينهم مفتحة. نقدم دعم اللي هو عبارة عن أدوية لدعم مجتمعي وللمجهود الحربي في ظل الظروف الحالية للمواطن الولاية الشمالية، اللي هو حوالي بتاعة 4 إلى 5 طن أدوية مختلفة. إن شاء الله تكون، نسأل الله أنها تكون دافع وسند وزيادة خير وتقدر تسهل على المواطن إن شاء الله في الولاية الشمالية من خلال وزارة الصحة التوزيع على المحليات بإذن الله تعالى. جبنا حوالي 4 إلى 5 طن من الأدوية سلمناها السيد والي الولايه الشماليه، يعني دعما للمجهود الحربي ومن خلال المسؤولين المجتمعيه. نسال الله انها تكون يعني قدر الاحتياج وتلبي احتياج الناس وتفك من حوجتهم. ونحن من خلال هذه المنصه بنعلن جاهزيتنا التامه انه نسد كل الصقور، اذا كان سياسيه، اذا كان امنيه، اذا كان اقتصاديه، ونعلن جاهزيتنا للسيد قائد القوات المسلحه. ترأس والي ولاية شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله
اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية وتناول الاجتماع الوضع الأمني والخدمي بالولاية. وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية عبد المطلب عبد المتعال إن الوالي قدم تنويرا حول خطة الولاية التي تمت إجازتها ضمن ميزانية العام 2024 في كافة المحاور الأمنية والصحية وقضايا المياه ومعاش الناس، كما قدم عبد الخالق تنويرا للمجلس حول الوضع الجنائي والأمني بالولاية. الأخ الوالي تطرق لعمل الاستنفار والمغامرة الشعبية، يمكن انتظمت محلية شيكان بكل حياة، يمكن حتى اللحظة يعني تم يعني عقد 13 نفرة في محلية شيكان. نقول يعني الخطة الوضعت لمحل الشيكان في الاستنفار والمغامرة الشعبية تنفذت بنسبة 100%. الولاية بدأت يعني تضع خطة بديلة حتى يعني يتم تشغيل المياه من المصادر الشمالية عبر الطاقة الشمسية، بحيث انه في حالة انقطاع الكهرباء يكون في عمل بديل حتى يعني المدينة لا تأثر بانقطاع. نظل في مدينة الأبيض، حيث أجاز مجلس أساتذة جامعة كردفان في اجتماعه برئاسة البروفيسور عبد الله محمد عبد الله مدير الجامعة رئيس المجلس نتائج طلاب الدراسات العليا لعدد 25 طالبا على مستوى الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي المقدم من عمادة الدراسات العليا، وكذلك بجانب مقترح تحديث لائحة تنظيم الدراسات العليا والتي هدفت للتعريف بمخصصات مجلس الدراسات والبرامج المشتركة مع المؤسسات العلمية الأخرى وشروط القبول بالبرامج التحويلية وإجراءات التقديم والتسجيل والإشراف وتقييم النتائج. من درجات عليا بدرجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي لعدد يعني 25 طالب وطالبة في الدرجات المختلفة دكتوراه وماجستير ودبلوم عالي، كما منح درجة البكالوريوس لعدد 113 طالب من تخصصات ثلاث كليات. والاجتماع كان حضوريا في هذا الظرف الاستثنائي، كما أجاز مقترح إنشاء فروع ومراكز للجامعة بخارج السودان استنادا للائحة الصادرة من التعليم العالي، وكذلك أجاز عدد من المقترحات من مركز يعنى بسرطان عنق الرحم. سيرت هيئة الموانئ البحرية قافلة لدعم القوات المسلحة وفرحة بالانتصارات التي تحققت، وكان في استقبال القافلة بمنطقة البحر الأحمر العسكرية قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان والقيادات العسكرية. واشتملت القافلة على 24,000 وجبة غذائية جاهزة و3,000 جوال دقيق و20 محطة طاقة شمسية لمعسكرات الجيش. وأكد مدير عام هيئة الموانئ البحرية الكابتن محمد حسن مختار أن القافلة مقدمة من عمال هيئة الموانئ البحرية لدعم وإسناد القوات المسلحة، معلنا استمرار قوافل الموانئ حتى تحقيق النصر. من جانبه أشاد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية لواء ركن محمد عثمان بمجاهدات وتضحيات هيئة الموانئ البحرية وإسنادها للقوات المسلحة. ذكرنا أخواننا في اللحظات غاطلة شوية وقلنا نجي نقدم لهم حاجة، والكلام ده ما قدمته المينا، قدموا العمال هيئة الموانئ البحرية وبتمثل في 24,000 وجبة متكاملة و 3,000 شوال دقيق، وفي الطريق إن شاء الله يوم 5 كمان جايكم الطاقة الشمسية عشان نستفيد منها أخواننا في المعسكرات الخارجة المناطق. عشان كده إن شاء الله ما عندنا غير نقول نتمنى النصر من عند الله وبأيدينا إن شاء الله، إذا أنتم احتاجوا لكم أمشوا بنحرسها لكم بورسودان. باسم رئيس هيئة الأركان، باسم النواب رئيس هيئة الأركان، باسم مدراء الأفرع ومدراء الإدارات وغارة القوات الرئيسة، باسمهم جميعا بنشكر السيد الكابتن محمد حسن مختار مدير عام هيئة الموانئ البحرية، وبنشكر أيضا نواب المدير
ومدراء الإدارات ومدراء المواني بهيئة المواني البحرية جميعا، ونشكر موظفي وعمال هيئة المواني البحرية على هذه اللفتة البارعة. وحقيقة هيئة المواني البحرية هي دائما تقدم السند والدعم للقوات المسلحة، شهدناهم من أول أيام هذه الحرب من خلال دعمهم للقوات المسلحة. أما في هذه اللحظات فهذا الدعم هو دعم متميز ناتج من عمال هيئة المواني البحرية، وحقيقة نحن بنحييهم جميعا على هذه اللفتة البارعة في دعم القوات المسلحة. وهذا الدعم في هذه المرة دعم نوعي، 24,000 وجبة للقوات المسلحة، بالإضافة ل 3,000 شوال دقيق، بالإضافة ل 200 طاقة شمسية. حقيقة نشكر السيد المدير العام والسيد المدراء الإدارات وكل المسؤولين في هيئة المواني البحرية بمسمياتهم المختلفة، بنشكرهم جميعا على وقفتهم دائما مع القوات المسلحة. وحقيقة ما نأكدهم نحن هنا في قيادة منطقة البحر الأحمر، متى ما طلبنا أي شيء من هيئة المواني البحرية إلا وكانت هي الصباغة في تقديم دعمها وإسنادها للقوات المسلحة. هذا يدل على أصالة ومعدن من يقومون على أمر هذه الهيئة. شكرا لكم، وشكرا لكم باسم القوات المسلحة عامة على دعمكم، وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. دشن المدير التنفيذي لمحلية الشندي خالد عبد الغفار الشيخ معرض مستلزمات عيد الفطر المبارك والذي نظمته المؤسسة التعاونية الوطنية، وثمن المدير التنفيذي الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة التعاونية الوطنية في توفير كافة متطلبات الأسر، فيما أكد ممثل قيادة الفرقة الثالثة مشاه بشندي العميد ركن إبراهيم محمد إبراهيم جاهزية المؤسسة التعاونية الوطنية لتوفير الاحتياجات الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك. احنا اليوم نفتتح معارض المؤسسة التعاونية الاقتصادية العسكرية للبيع المخفض لعدد كبير جدا من السلع الاستهلاكية ومستلزمات الأطفال والملبوسات، بالإضافة إلى الخضار واللحم. كل ذلك يباع بأسعار مخفضة دعما من هذه المؤسسة التي هي حقيقة الآن، يعني الآن نحن الآن القوات المسلحة هي الآن تحارب وتخوض معركة الكرامة، وفي نفس الوقت تقدم الدعم والإسناد يعني فيما يتعلق بالتخفيض للمواطنين الكريم. يعني شكرا جزيلا على هذا المعرض الذي حقيقة استمر الآن يعني ما يقارب الشهر، يقدم هذه السلع للمواطنين بأسعار في متناول اليد أقل من أسعار السوق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منهم ويبارك في هذا الجهد. نحن الآن في صرح من صروح المؤسسة التعاونية العسكرية، وفي افتتاح منشأة من منشآتها في تخفيف الأعباء على المواطنين بمناسبة أعياد الفطر المبارك وشهر رمضان الذي انقضى إن شاء الله بسلام، ونستقبل العيد إن شاء الله بفرحة. ونحن الآن نفتتح هذه الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين وعن كاهل الشعب السوداني. نتمنى إنه إن شاء الله هذه الأسواق تكون دعم وسند، وإن شاء الله يعم الخير وتستمر المؤسسة التعاونية في هذه الأعمال الخيرية الجليلة حتى تعم كل أنحاء الولاية وأنحاء السودان بإذن الله تعالى. الحمد لله، يعني المؤسسة التعاونية الوطنية وعلى رأسها سيد المدير العام للمؤسسة التعاونية، يعني ما زالت رغم الظروف الصعبة ورغم ظروف ويلات الحرب وارتفاع أسعار الأسواق وندرة الأصناف، يعني ما فتئت ولا أكلت ولا ملت يعني باستمرارية الخدمات. الحمد لله نحن هنا في شندي معارض أو خيمة أفراح العيد تكون للتدشين رقم 3 في خلال شهر رمضان. الخيمة بتحتوي على مواد تموينية أو استهلاكية، ملبوسات،
مختلفة، لعب أطفال، إضافة لتوفير نافذة بتاعت لحوم ونافذة بتاعت خضار، يعني باعتبارها سوق مكمل. يعني نتمنى إنه كل المواطنين في مدينة شندي إنه يعني يلقوا حظ طيب وحظ وافر في الأشياء أو الاحتياجات الموفرة لهم في الخيمة إن شاء الله. نظمت غرية ود الجزول بمحلية سنجا إفطارا جماعيا للعائدين والمتأثرين بالحرب من عدد من ولايات البلاد، وجدد المواطنون بالمنطقة دعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. أعداد كبيرة من المتأثرين بالحرب استضافتهم قرية ود الجزول بمحلية سنجا، وفتحت لهم الأسر أبوابها. وتحقيقا لمزيد من الترابط والتكافل المجتمعي، نظمت القرية إفطارا جماعيا بنادي الشاطي بود الجزولي، امتدح فيه العائدون من الحرب حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأهل ود الجزولي ده جزاهم الله خير بارك الله فيهم. ما في بيت إلا فيه أسرتين أو ثلاثة أو أربع أسر، يعني البيت يكون فيه أكثر من 10 و20 و30 نفر. سعة تفسحوا في المجالس، تفسحوا لكم آية قرآنية، الآية القرآنية دي تفسح في المجالس، فسح أهل الجزول بيوتهم لأهلهم الجايين من الخارج، ففسح الله عليهم فتحا مبينا، جاءهم الخير من حيث لا يدرى، الكرم البسيط الخير زاد. هذه ومجتمع ود الجزولي يقيم الإفطار السنوي المجتمعي على شرف السادة العائدين والوافدين من الولايات السودان المتأثرة بالحرب، ويمكن الإفطار ده برعاية السيد الوالي وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. يمكن ود الجزول مجتمع اللي هو متجانس مترابط، يمكن استوعب أكثر من 500 أسرة داخل المجتمع اللي هي متأثرة بالحرب. ونحن اليوم في نادي الشاطئ الرياضي بنقيم الإفطار السنوي المجتمعي كغيره من الإفطارات الأخرى، ده يمكن الإفطار ده على شرف السادة العائدين. المتحدثون في حفل الإفطار الرمضاني أكدوا دعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة. أي قوات المسلحة وهي تحرر بيت الزعيم الراحل إسماعيل أسي، ناس بنتحكوا بيوت رجال أسس السودان بالطريقة دي، يرجى منهم إيه يعني؟ يرجى منهم إيه يعني؟ أنا أناشد كل من في قلبه ذرة بأن يدعم الالتزام السريع، حقه يراجع حساباته، حقه يراجع حساباته. حديث طويل، حديث طويل، والموقف صعب. المرحلة دي يجب أن يتقدم الرجال، الرجال ما بيتقدمهم ساي. أي جزول خاتف لونين قلبه هنا وكلاه هنا، لا دي مرحلة بتاع الصدام. فالناس أرجو وأتمنى أبنائي يعني أن تكونوا على قدر المسؤولية في حماية هذا الأرض وحماية العرب. ممثل ولي سنار الهادي الصادق أشاد بترابط أهل ود الجزولي وإيوائهم لأعداد كبيرة من المتأثرين بالحرب. الكلام عن العايدين، حقة العايدين دي الأصبح الآن هم مواطنين، إحنا نتكلم عنهم زمان عايدين صح، لكن الآن قريب سنة يعني الآن استقروا مع أهلهم ورجعوا لأهلهم فيهم المنتج. الآن لقينا بعض الناس دخلوا بالإنتاج وشاركوا وساهموا وبقوا مواطنين وسكنوا مع أهلهم وأبوهم. يمكن في ترابط طيب جدا في ود الجزولي، واضح من الكلام ده يعني، لكن بنشيل حاجة ود الجزولي بوضعها هي حاجة ما ريف، هي مدينة ود الجزولي بوضعها الموجود وتكاتفها وأهلها وكده. هذا الإفطار السنوي ود الجزولي بمحلية سنجا على شرف العائدين والمتأثرين من الحرب من عدد من ولايات البلاد، وتقاسمت منطقة ود الجزولي لقمة العيش بل آوتهم داخل المنازل في خطوة تؤكد تلاحم الشعب السوداني مع بعضه البعض. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، قرية ود الجزولي، محلية سنجا. نهاية عرض أحداث اليوم، وهذا هو تذكير بمهام المحطات التي توقفت عندها. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يجدد تأكيد بقرب ساعة النصر وإنهاء الحرب. النيابة العامة تصدر دعوات جنائية في حق عدد من المتعاونين مع الميليشيا.
حكومة ولاية الخرطوم تناقش خطة تأهيل المرافق الخدمية. إلى هنا تنتهي هذه الخدمة الإخبارية، قدمتها مع الزملاء من تلفزيون السودان، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.